هل عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك في مأمن من المخترقين؟ عنوان بروتوكول الإنترنت هو سلسلة من الأرقام التي تحدد جهازك. يستخدم عنوان بروتوكول الإنترنت لمساعدة الأجهزة على التواصل مع بعضها وتبادل البيانات. على سبيل المثال، عند زيارة أحد مواقع الويب، فإن هذا الموقع يستخدم عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بجهازك للتعرف على مكان تحميل المعلومات. يملك كل جهاز يتصل بالإنترنت عنوان بروتوكول خاص به، حتى جهاز الراوتر الخاص بك لديه عنوان بروتوكول الإنترنت. يعتبر عنوان بروتوكول الإنترنت مهماً، ولكن هل يمكن أن يستخدمه المخترقون ضدك؟ الجواب المختصر هو نعم. لهذا السبب يجب عليك استخدام شبكة خاصة افتراضية VPN، لأنها تخفي عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك عن المستخدمين الخارجيين وتحافظ على خصوصية نشاطك على الإنترنت. ترسل شبكتك الافتراضية الخاصة بياناتك عبر نفق آمن إلى خوادمها، ثم يتم تشفير البيانات وإعادة توجيهها إلى موقع الويب الذي تريد الوصول إليه في مأمن من مجرمي الإنترنت ولصوص الهوية. وبالتالي تبقى عمليات بحثك على الإنترنت باستخدام شبكة افتراضية خاصة آمنة وخصوصية. وهذا يعني أن مزودك بخدمة الإنترنت لن يتمكن من الإطلاع على سجل تصفحك للإنترنت أو بيعه لأطراف ثالثة. يتم الاحتفاظ بمعلوماتك آمنة بدلاً من كشفها عند وجود اختراق للبيانات. يعتبر استخدام شبكة افتراضية خاصة خياراً ذكياً. أما الخبر السار فهو أن معظم الأفراد لن يصبحوا في خطر من المخترقين، لأنهم لن يتمكنوا من استخدام بروتوكول الإنترنت الخاص بك لاختراق حاسوبك أو التحكم فيه عن بعد. تعتبر الشركات والمواقع أكثر عرضة للهجمات السبرانية. إذا تمكن المخترقون من معرفة عنوان بروتوكول الإنترنت لشركة أو موقع على شبكة الإنترنت، فإنه يمكنهم أن يشنوا عليهما هجوم الحرمان من الخدمات. يغرق هجوم الحرمان من الخدمات الشبكة بالبيانات، بما يسبب ازدحاماً على الشبكة ويمنع المعالجة السلسة للبيانات. عندما تكون متصلاً بالإنترنت للعمل أو للاستخدام الشخصي، فإن خطر اختراق جهازك محتمل بصفة صغيرة أو كبيرة. دعونا نراجع ما يمكنك القيام به لحماية نفسك. أولاً، تأكد أن عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك محمي بجدار الحماية. إذا لم يكن راوترك يحتوي على جدار حماية مدمج، فاتصل بمزود خدمة الإنترنت لمعرفة كيفية إعداده. ثانياً، استخدم شبكة افتراضية خاصة مثل Secure Connection. ثالثاً، لا تشارك بروتوكول الإنترنت الخاص بك مع أي شخص. من الأفضل دائماً أن تشعر بالأمان على أن تشعر بالندم. احمي عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك وانعم براحة البال.